الأفراد الذين يسافرون إلى مشهد أو غير مشهد وينوون الإقامة 10 أيام، كثيرا ما يبنون من بداية إقامتهم، من بداية نيتهم أن يخرجوا إلى بعض الأطراف اللي هي مسافة شرعية، يعني 44 كيلومتر تقريبا، 22 ذهاب 22 إياب. من البداية يريد يروح خلال الأيام 10، اليوم 5، اليوم 2، يروح إلى الأطراف ويعود ويظن أن هذا لا يخل بنية الإقامة. هذا مو صحيح. إذا واحد نوى أن يقيم في بلد 10 أيام ونوى خلال هذه 10 يروح إلى مسافة شرعية ولو ساعة واحدة، هذه النية تخل بالإقامة، يعني هذا ما يعتبر مقيم. إذا واحد يريد يبقى في طهران 10 أيام مثلا وناوي خلال هذه 10 يروح من الصبح للظهر إلى قم ويعود، هذا يعتبر مقيم في طهران؟ لا، هذا مو مقيم. الإقامة يعني أن يبقى في المدينة 10 أيام متوالية بدون أن يخرج إلى المسافة الشرعية. فإذا ناوي أن يخرج إلى المسافة الشرعية هذا مو مقيم، وصلاته تكون قصرا. إذا عاد من قم إلى طهران بعد ما عاد ينوي إقامة 10 أيام متوالية، إذا ناوي فصلاته تمام، إذا مو ناوي فصلاته قصر. ولو بقي على هذا المنهج 40 يوم في طهران، يعني ناوي كل 5 أيام يروح إلى قوم ويعود إلى طهران، بعد 5 أيام يروح إلى قوم ويعود إلى طهران، صلاته في هذه الحالة تكون قصرا خلال هذه المدة.